من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تنفيذ مثلا سيسر برو يزيد هذا عليه سي حسين سي مولود ورا ونسر مرغم مرحبا يسون لا سمن ون هذا يا ربي ان شاء الله هذا زين الفرح ان شاء الله. على كل حال مثلا ما كنت صغار الحنين حنيدي ما قد القرا كني يوس لا دائر دجان الجدود النار تقديم نكون على كل حال دين سلمان ونحمد الله على من يغدي جالن دين سلمان يغدي جالن سيلوما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرج للناس يعني إطراسينا دي إنجران دي بردان في جالن بحوم أما ذين يعنان دونيت النار أما يعنان لاخر النار سيد السنير دي بينات ما تنير دي وضح الدين ان شاء الله من الحرب لا سوى الخران بيناني تنصر تقين الزواج الزواج قيت مثلا تصيب جارك انا قد المعاملة يريم ذا ننصر قيت مثلا دي الشرع الدين ساقني دي الوسيلة وقيدة بريد جدا سيد رب العالمين شوي ساطع عمر الدنيا ربي نزمان راضي خلق ما كنت داخل آدم عليه السلام خلقيت تسواك ولا شركز ولا شنطور خلق آدم من تراب يخلقد حواء حواء يستفرتيد سبواردين آدم عليه السلام واش تنقود يخلقد سيدنا عيسى بنفخ الروح في مريم المعنى غادي قار زعما ربي دخل قار مرايا الكازم بلا تنقود ولا شماضي خاطر آدم لقيه سبواكان ولكن سيد وليد بريد اللي جا ربي سبحانه انسان تعمر دونيت اللي كيرد يخلق قبل يبول ربي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يعني سكرت خلق ربي سبحانه الا الذكر والانثى باش هو كنين اتعمر الدنيا ولكن كل شيء مثلا يكرم ربي سبحانه ان شاء الله يجعلنا ربي بردانا كي كان في كلام الحوم ايوا كنين ان يجي يعني نلقى دار نقول يعني يسلحون دوني تاكين هذه نقول لي صار جوا ما كان دير ما كان النايب النواب سيدي ربي العالمين تخليت سيدي ربي العالمين ديك مورد ربي العالمين قاضي القران الكريم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه اقل هذا الفقر في دموت انواع بنادم انواع بنادم ايه مثلا كي مغرب الزواج كي الشرام ولكن الا ما في سي الامور الا وين الان ونجبنا لا تنبدل هذه قيمه كني ان جاي زوجين سلميه كل دي الدنيا ما دي يوم القيامه هذه خدمه كن اريد زاد اريد سنقاس ما الا كي مغرب وين كان خدمه كا كي مغرب وين كي كي قال لك كل حد السنه تقرز ولكن كل جهه ان تخدم انت مع رانسن ان تعبرنا في الفرح نسن أما قال يعني ثم رانسل كل جهة أمي يعني دي شو لا دتسال دي شو يعني لا ويد إلان لكل يعني سيدا ويد نا يبين خدمة كان يضم الشتال غاشين الشتال كذا ولكن نسالا دي بين حنين جمادي مثلا أما كتولى ملاي بارك جمادي غولان جمادي الجيران جمادي حبيبان جمادي ثمثل يعني اللي نعهد أدش من عشرة سنة سفن ترى الله يبارك هنجمال ده كلي ترى أنا شكرا الله يبارك ما تولينا كان للفرحة فرحا أقل سن دل غشاء غرصن دل باجي هنسن فرحنا سن أني صحر داقين قسى عيان قسى أدبن يعني أصفر حضيه إذا قيت مثل يا دغي قرزن الحنين الحنان لكل حال الشجرة البركة القير الصحة يعني تبارك نزيك سلغاشي سي زيك ما هيك ونستعرض الحنين ما كذا زيكني تقنن بسلال الحنين سفينيت الدريان سبحان سفينيت المستعب السعي ثورا على كل حال عشي هذا في نكيه كنا ولكن يثبت ذو الفضل يعني ذو الخير ذو التفاؤل هذه مثلا هذه جاربي تم عليك كان الزواج بزوجي كما ان شاء الله هذه قلبي ان شاء الله في الاول قلت جارب الناس سعيد ان شاء الله اهل نسقر وسقفت ان شاء الله ببوالك في غمس وخما الحمد لله نصطفى الله والسلام عليكم ورحمه الله.
تظلم لا جنانا وحش حمص وخمر ولا شكي زوجنا كيف يجي الفتح هذه يبي زوجي كم ان شاء الله جابني شربانه كم ان شاء الله حضرة الملك كذا ان شاء الله جابنا سي سعيد ان شاء الله امين ميوقان سعد ان شاء الله يمسو الغد ان شاء الله بس نرزق بذرية طيبة مباركة ان شاء الله اهل يحضر باسم كل بلا ان شاء الله بس نرزق ربي لهنا السعادة طول حياة ان شاء الله ان نحيا بحياة طيبة ان شاء الله جاب بالبركة دي الأمور إن شاء الله دي الأمور الوزن إن شاء الله دي الأمور درياس المستقبل إن شاء الله يا بني ذا الدندنة إن شاء الله أن يحفظ باسم كل ابن إن شاء الله آمين والحمد لله يا رب العالمين لك تحضر مقلك إيه يوم ربك لهم الفرح إن شاء الله آمين يا رب تحضر ما كل فرح بلا ونو ان شاء الله يوم تني جربا وتني صون ربي ان شاء الله تهني يا ربي بريد وقمان بيض ربي فلس نبري ذرا ان شاء الله ان يا ربي يرضاني وان شاء الله يا رب ده وانا كل بركه شغل وان شاء الله يا بني ذا دند لا ما ان شاء الله هذه جاب بالبركه دي لو مو نسل البركه دي العمل نسل البركه دي المستقبل نسل اني هني ام الودي نسل ان شاء الله امين الحمد لله يا رب العالمين الوالدي نغي جدد افلسني يا ربي افلسني سمح ربي افلسني راضي ربي اسدي وصل بي الهدي الخير يعني بشر ربي صرح ما في المغفره ان شاء الله يعني جاب من صحابي الله من ومن المقرب ان شاء الله يعني جاب ذي شفاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم انت هذه بيضربوا الموسي يوم السود وجوه ان شاء الله اجمع ربي كل سنتين جنس ان شاء الله يعني الحمد لله يا رب العالمين درينش جملة دي زينب بالخوان إن شاء الله الكبير رئيس هذه القوار بالمؤمن القوار بدأ للخير إن شاء الله ونأخذ من الخير في هذا الخير بخميس قلاويس للصحينس إن شاء الله يعني يا ربي لفق تذنور فرقال إن شاء الله شطن ولغت غلي فلا إن شاء الله تأسس رب ولا في جيال إن شاء الله هذا يحفظ ربي تذنور نصيم كل بلا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين يغلبا يجب روحنا في خير الدوغان إن شاء الله ياخذ من الفرح ان شاء الله ان يمر بذكره وقلب هذه البذره بفرس يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك الجواد الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين امين والحمد لله رب العالمين مبروك عليكم جميعا Thank you.